السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي كتير ما عملتش فيديو في سلسلة مغامرات بليدج 3 و2. تعالى كده نلعب لنا ماتشين تلاتة، نحاول نعلي الريت. أنا هلاعب ناس يعني أعلى مني، هدور على ناس تقييمهم أعلى مني. مش فكرة تعلية الريت على قد ما فكرة إن احنا يعني نلعب ماتشات برضو قوية. هحاول اشرح زياده المره دي ان شاء الله. نايت سي 6 ديت اسمه شيجورين ديفنس. انا باكل بيدق في بيدق وبلعب الحصان عادي خالص، يعني ما بشغلش دماغي. ماشي، تبيت طبعا. لو لعبت اي حاجه من دي سوري كده مثلا يقوم اكل، وبعدين اكل ايه حاجتك، لان هو بياكل بكش. ف اعتقد ده نقل كويس، ممكن برضو نخلص من الفيل اللي بص على الملك بتاعنا ده. خلصنا منه خلاص الحمد لله. طبعا برضو حتى لو حطيت الفيل هنا ياكل بكش وبعدين ياكل الفيل، فخد بالك ان الموضوع رخم يعني. انا بفكر العب كده وازق عليه اف 4. بصراحة الحصان ده رخم ودايما معلقني على الكش، فلا بقى خليني اطرده واخد مساحة والعب. خلاص ماشي، انا هرجع يا عم، مش هكسر، مش عاوز اكسر. والعب دي عشان احافظ ان الحصان ما يروحش ولا يجي، وفي نفس الوقت الفيل يعرف يطلع علشان البيض ده ما يقعش. كمان كينج هنا دي مهم عشان الكشات بعد كده قدام ما تجيش. بدأ يضغط زيادة على البيدق، مفيش مانع. هو عايز بيدق من الاتنين اصلا دلوقتي، عايز ده وعايز ده. طيب دي جامدة، دي جامدة. ياكل بالحصان، اكل بالبيدق، ياكل بالفيل، اكل. لا هي مش كده القصة، ياكل بفيل في فيل الاول، اكل بالوزير، ياكل وياخد بيدق هنا. طيب هزق دي دلوقتي بقى مضطر. وقع وقع، يس. مش اللي بعده، اللي بعده E4 2166. ماشي C5. ماشي يا سيدي، مورا اللاين ده لسه ما حضرتوش ولسه ما عملتش عنه فيديو، بس ده اللاين الجاي. اللاين ده مهم جدا، وده اللي كل التوب ليفلز بيلعبوه على فكرة، يعني 90% من التوب ليفلز بيلعبوه قدامي. ماشي، انا هاكل بقى البيدق ونلعب جيم عادي خالص. هو بيضغط طبعا، لو اكل وكلت كان هياكل ده لو انا ما طلعتش الفيل. خلاص هو طلع الفيل بتاعه وبعدين قفل السلسلة. بيلعب كويس، عايز اجيب الحصان ده هنا في هنا.
ماشي. انا هلعب دي كويسة، دي مهمة علشان بصراحة الفيل ده هيجي كمان شوية ويطلب الطابية، كمان مربع فاضي للفيل علشان يستخبى فيه. كوين اي 2 لا اجيب الرخ. هي المشكلة بس ان ايه، جيمه بقى حلو على فكرة. طيب الفيل مع الرخ دي عاملين شغل جامد قوي على السي 2 سكوير. انا عرفت هعمل ايه. كوين اي 2 لو اكل اكل بالوزير، نزل رخ 7 العب رخ اي 2. لا خلاص بقى، ما هو ما عادش ينفع بقى اللي احنا فيه ده. وبعدين تشالنج على الفايل، هيبقى اند جيم قوي. فيلين قصاد حصانين، مش هينفع عشان طبعا ده بيقع. ماشي، بس انا مش عايزه يجوز على الفايل. بعدين هضغط على، لا مش استنى، عشان ايه لازم احمي البيدق ده. طبعا الفكرة واضحة، هتجيب الرخ، هو مرزعك رخ الفيل. هو بيحمي زيادة. ماشي، الفيل عايز يجي هنا دلوقتي، الحصان آسف عايز يجي هنا ويضغط على البيدق ده. ما زلنا حاميين هذا البيدق بالحصان وبالوزير. احتمال يديني فيل من الاتنين بانه ياكل دلوقتي. اكل بايه؟ ماشي هنا. عايز يعوجني، عايز ياكل بده، عايز ياكل ده، عادي ياكل ده مفيش مشكلة، اداني فيل من الاتنين. بلا ده هيبقى ضعيف. ماشي يا عم،
عنده فلفل حصان جامدة جدا. فلفل ملعبهاش. ماشي هات، ولازم اعمل كده. ستيل عنده فلفل حصان جامدة. ملعبهاش. ماشي كش، مشيت في البتاع ده جامد قوي على الملك بتاعي. مش بقولك اوه يا الله، وضع اصبح مز عايز مات في واحد هنا بتحلش بتهيال. ملهاش حل، هيضحي بالفرق. هيضحي بالفرق طبعا. انا بلعب تلويشة. اوكي جود بلاي، جود بلاي طبعا. مش عارف ليه الجيم باظ مني. الفيل بتاعه ده حطه حلو قوي. e4 c5 knight c6 d6 g6 f4. ده اسمه الجراند بري اتاك. بتهيألي بدل كينج جي 2 كنت لعبت اف 4. اي نعم الوتر هيبقى ضعيف، بس البيدق ده كان هيبقى اتفك شوية. الفيل ما كانش هيجي في الجي 5 يضغط على الحصان. يمكن ده كان يبقى احسن بكتير. لازم العب ده عشان النطاط اللي عايز يخشها هنا. كان لازم الدي 5 ضربة السنتر دي قوية. انا بس عندي مشكلة دلوقتي في الفيل الابيض بتاعي ده، محتاج اخرجه بشكل منطقي. الراجل ما بيتفهمش يا جدعان. ماشي في الاثنين. هو عايز يلعب دي. ده دي وحشة، دي وحشة ليك متهيألي. يعني مش منطقي اللي انت عملته ده. كمان كمان هتسيب الفيل التاني. طب خليك متكربس كده شوية. لازم حتى لو هضحي ببيدق بس انكشه على الجناح ده. لازم
دي بقى نقل جامد. عايز بيدق في بيدق ويديني مات مات، فهمي رسمي نظمي هزمي مزمي فزمي. مفيش الا دي، مفيش الا دي اللي اقفل بيها الجناح عشان الدنيا ما تبصش. لعب حلو، يلعب لعبا حلوا. هات هو النقل كله ضرب ضرب كده، مفيش أي حاجة. انا بخسر لو اكل اكلت. لا ممكن اكل بده، لان لو اكلت بالرخ يخش بالوزير هنا يديني مات بالعافية تتحلش. كل النقل جامد، كل النقل جامد. طب هاكل هيزق همشي هنا في هنا. مفيش حتى عندي وزير 8 اللي انا عايزها، وزير 7 هنا اللي انا كنت هديها جشة من هنا. طيب اعمل ايه؟ نقلة جميلة اللي هو لعبها دي. الحمد لله الحمد لله ما شافهاش، الحمد لله ما شافهاش. هو ده البليتز بقى، تلعب على تكتوكة قد كده تكسب. طيب طبعا هو مكسب اجباري ليه، يعني هو دلوقتي لو لعب رخ في وشي كده بس، هات وزيرك امشي يزق البيدق خلاص مكسب. هو ما شافش، هو شاف ان الكشة ملهاش معنى، فانا لعبت كده امزق البيدق على اي حال، اديته كش دخل رخ في بيدق بكش قوية عشان لو اكل بالبيدق بديله مات. اوكي نصيبي ان انا اكسب الجيم ده. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا وقضيتوا وقت كويس، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد من بليدز 3 و2. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.